السلام عليكم، كل عام وانتم بخير. أبنياتي يا وليداتي كل عام وانتم بخير. اليوم قد ندير واحد الأكلة إسبانية من شمال إسبانيا. طلبوا لي واحد المشاهدات ديالي باش نعملها لهم، واليوم غادي نشاركها معاكم كاملين. اليوم غادي نشاركها معاكم كاملين. احتاجوا 25 غرام ديال الخميرة، حيت عندي مجمدة في الكونجيلاتور، دوبت هنايا في نص كاس ديال الماء. بسم الله على بركة الله. نديرو حفرة بحال هكا، دقيق ابيض، كيلو دقيق ابيض، وهذا المقدار ديال الزيت. خلطوا كل شيء. بسم الله. والملحة. ومن بعد غادي نشوفوا الحشوة باش غادي نعمروها ان شاء الله. دابا غادي نعجنوا العجينة عادية كيما نعجنوا الخبز ديالنا كيف ديما، ونعجنوها ونخليوها تخمر، ومن بعد نوريكم كيفاش نشاركوا كيفاش غادي نعملوا الحشوة. دابا غادي نعجنوها، ندلكوها مزيان ونخليوها تتخمر، نديروها في طاوة ونوريكم كيفاش، من بعد نشاركوا كيفاش غادي نعملوها. زيت بغا ديروا، اللي بغا دير الزبده ديرها، اللي بغا دير الزيت البلديه ديرها، اللي بغا دير اي زيت اي حاجه اللي باش بغا ديرها دير فيها، اللي بغا ديرها بالزبده ديرها. الماء ما دافي، ما يكونش سخون بزاف باش ما تخسرش الماء في العجين ديالنا. واللي بغا تشري العجينة من انت تبع العجين مع مالي الحل تشريها وتصينها. ما كانش عندها الوقت، كانت خدامة مسكينة، تشريها جاهزة. عجبنا العجينة ديالنا، دلكات مزيان ها كيف ولات. دابا ديرو بهذي، تخمر وباقي ما كملنا العملية، بقى العملية ما انتهت. دابا درنا العجينة باش تخمر لينا ان شاء الله، وبقاو معانا. دابا نستعدو باش نقادو الحشوة ديالنا. 80 غرام ديال الزبيب، 300 غرام ديال الطون، جوج فلفلات مزيانات بحال هاد المقدار، جوجات مزيانين، 4 البصلات بحال هكا،
نص كاس الزيت. بسم الله. ندير الزيت، ناخذ بحلة ندير فيها الزيت. بسم الله. دابا نديرو الفلفلة ديالنا باش تحلى. الزعفران، هاد الزعفران شعرة ماشي ملون. مزيان تولي بحال هكا. من بعد غادي نقادو العجين ديالنا ونقادو نكملو العمل ديالنا.
تطورش باش ما تنزل، ما تطورش بين الغلاف باش ما تنزلش من الغلاف باش تطورها. أنا باش متجيناش غليظة، متجيناش العجينة غليظة، يكون فيها بزاف الخبز. رقيقة تتخمر غادي نديرو الحشوة ديالنا تبرد باش ما تكسرش لينا العجينة. ملي بردات الحشوة ديالنا نقويتو فيها اليقانة مزيان، كنقول البصلة والفلفلة باش تجيكم لذيذة. هذه لذيذة بزاف وزوينة بزاف، جربوها. هادو مزيان. دابا المرحلة الثانية ندير الطون، الطون نقادو شوية بشوية هكا، يدين نضاف مغسولين نشفيه شي بيه الطون تا بلاصة ما كلشي فيه الطون. دابا نديرو العجينة نص لاكوب، نديرو فوق من لاخر، باش نديرو فوق الحشوة. شحال غليظة، باش مغليظاش بزاف، متغلظوهاش بزاف. هاهي شحال غليظة، غادا نسدوها. مسدينا من الجناب نسدوها هكا باش نلصق باش ما تحلش لينا. دابا نديرو فواحد القايبة هنا باش نلفسوها، باش تنفس من هنايا باش ما تبقاش مسدودة في الطبخ. نديرو لها القايبة هنايا باش تنفسوها. دابا نثقبوها شوية باش تخرج النفس اللي بيناتهم، باش يتنفسوا، تنفس تخرج منها البرد،
اللي فيها يخرج ولا نقص شويه تقبى شويه بالفرشه هكذا باش تنفس يخرج منها البرد اللي فيها. المرحله النهائيه دابا دهناها بالبيض من الفوق، دابا غنديروها في الفران، فران سخون من الفوق ومن التحت، من الفوق ومن التحت، عندي الفران ديال الضو تيسخن من الفوق ومن التحت، دايرها في الدرجة 200، دابا نخرجو الطنادة ديالنا، هاهي طابت، دابا نخليوها، دابا نغطيوها، نغطيوها، دابا نغطيوها حتى ترتاح. باش ترتاح تنشا شوية ما نقطعوش سخونة، قطعناها سخونة تتشتت، دابا نغطيها حتى ترتاح، دابا غطيناها حتى ترتاح شوية، دابا نشوفوها من بعد نص ساعة، شوفوها هاهي، هاهي رطابت، شفتو، شفت معايا، هاهي رطابت، ولا ترتبط. دابا قطعوها، قطعوها كيفاش جات بحال هكا، شفتوها كيفاش جات. وكنصحكم واحد النصيحة البنات، ملي ديرو البانادا ما تطيبوش الطون مع البصلة، ديروه بارد وما ديروش الزيت ديال الطون، ديرو زيت جديد، كلشي دير بارد، العجينة باردة كلشي بارد، وما تطيبوش، ما تقليوش الطون مع الزيت ومع اليقانة، ديروا الطون دار بارد كيما شفتوني انا درتها. وباش ما عجبكم ديروها، باش ما عجبكم اي حاجه، اللحم، الكروفيت، الحوت، اي حاجه، حتى بالسردين تدار كيما قلت لكم وصافي، وبالصحه وبالراحه، وكل عام وانتم بخير، والله يعاونكم، الله يجازيكم بخير المتابعين ديالي، المتتبعين ديالي، الله يحفظكم، الله يديكم في النجا ويردكم في النجا ويصلح لكم الوليدات، وكل عام وانتم بخير، والله يدخل السنه عليكم بالصحه والسلامه وبالسعاده، كل عام، كل عام وانتم بخير، مع السلامه.